أهلا وسهلا فيكم. بدي أخبركم خبرية عن الملكة إليزابيث. كان المهرجة موجود بلندن وبتعمل بعزيمة وبتعزم رؤساء ووزراء، وبتعرفوا أنه ثقافة كل بلد مختلفة عن ثقافة تانية. المهرجة لما بيقعد بيشوف في كاسة فيها عودلات حامض، بيمسك هالكاسة وبيشرب منها. بيتفاجأوا كلهم، الملكة تما تحرجوا تمسك هالكاسة اللي هي مخصصة بس لنغسل فيها طرف صبيع ايدينا، وبتشرب هي من هالكاسة وبتجبر كل الموجودين يعملوا ذات الشيء. الشعور بالآخر وإحساس مع الآخر هي أهم نقطة، وهون حسن التصرف أي الإتيكيت.